هذه كرة خطيرة لفريق الرجاء والعرضية هي يسجل هدف روعة كرة عرضية ملعوبة سبق الجميع وضعها في مرمى أحمد رضا التكناوتي. 1-0 إذن للرجاء البيضاوي. 1-0 يا له من هدف ملعوب أنهاها صح وسعيد جدا بهدفه ويعانق قائده عصام الراقي. الهدف ملعوب نعم أبدا. مين اللاعب اللي حول الكرة العرضية؟ أتمنى أن أشاهد الهدف مرة أخرى. عبد الرحيم الشاكر اللي سجل في مباراة 4-0 يضيف الهدف الثاني ويؤكد أنه صفقة من العيار الثقيل لأخضر كازابلانكا. هيا مفيش تسلل، التسلل كان مكسورا. مين اللاعب اللي هياها؟ اللي هو على ما يبدو الحفيظي، عبد الإله الحفيظي عمل كرة عرضية من أحلى ما يكون. شوف الدفاع، شوف اللاعب رقم 21 اللاعب رقم 31 أيوب الخالقي كانت ردة فعل متأخرة جدا. هاي الكرة. 1-0 إذن للرجاء البيضاوي. اتحاد طنجة لا شيء، الرجاء البيضاوي 1. جماهير الرجاء القادمة سعيدة جدا، جماهير الرجاء تقف مع فريقها تؤازره، وكما قلت الرجاء يبقى رجاء حتى مهما تكالبت عليه المشاكل الإدارية. ديما خضرة كما يقولون أنصاره، ديما خضرة ديما خضرة. نعم 1-0 للرجاء. الشوط الثاني، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وخطيرة والتعادل. يتعادل اتحاد طنجة. نعم يتعادل. أول خطأ لدفاع الرجاء، أول خطأ. نعم عملية المرور كانت ناجحة وصاحب هدف التعادل اللي هو المهدي النغمي على ما يبدو. نعم اتحاد طنجة يتعادل، اتحاد طنجة يتعادل وأخيرا جهود تثمر هدف التعادل. ثاني هدف يدخل مرمى الرجاء من بداية الموسم. 1-1 المهدي النغمي. هاي الكرة، هاي الكرة، الكرة انقطعت طبعا، قطعها اللاعب رقم 29 أسامة الغريب، تقدم فيها أحمد حمودان، أحمد وفشل بدر بانون هو اللي حول طبعا أخطأ في إبعاد الكرة، تحولت عرضية من حمودان إلى صاحب الهدف المهدي، المهدي النغمي وعلى نغم جماهير اتحاد طنجة وهتافها وغنائها لفريقه يتمكن اتحاد طنجة من إدراك التعادل. رمى اللاعب بدر بانون اللي ترك اللاعب، يمكن هذا هو كما قلنا الخطأ الأول لدفاع الرجاء البيضاوي الذي كان يقوم بعمله على أكمل وجه. 1-1 اتحاد طنجة يتعادل وحتى الكرة لمست جواد اليمير وأكملت طريقها داخل الشباك. هذا بدر عندما تركه، هذا بدر عندما ترك حمودان وكيف حولها حمودان إلى صاحب الهدف اللي هو المهدي النغمي. تعادل اتحاد طنجة. الهدف بعد 10 دقائق من الشوط.